مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء الطيبة والمفضلة لدى الكثير من الناس، والفضل يعود لعظمة الاسم ولأنه اسم ديني مضاف باسم من أسماء الله الحسنى. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد السميع. عبد السميع اسم علم مذكر من أصل عربي بالإضافة العبد، وهو المخلوق المطيع والخاضع لله عز وجل، الملتزم بشرائعه والمؤدي لفرائضه. والسميع هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها، ويسمع للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم. وقد ورد في القرآن الكريم مرات عدة، منها قوله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع البصير. سورة يوسف آية 34. صفات حامل هذا الاسم: إنسان ذو شخصية حذرة ودقيق في تعامله مع الآخرين، يتصف بالجدية وقلة الضحك والمزاح، ويفضل تكريس وقته للعمل والنجاح. لديه عقل إبداعي وتفكير خلاق، ويتخذ قراراته بجرأة فائقة. متفائل بطبعه، ولديه أهداف عالية وطموحات يسعى للوصول إليها وتحقيقها. يملك حدسا عاليا أو ما يسمى بالحاسة السادسة. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد السميع؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.